أفادت مصادر عراقية بأن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر يمهد تدريجيا لعودة محتملة للحياة السياسية، لا سيما بعد زيارته لمنزل المرجع الشيعي الأعلى في العراق علي السيستاني الأسبوع الماضي. مصادر أخرى أشارت إلى أن عودة التيار الصدري للعملية السياسية ستكون تدريجية بناء على العديد من العوامل أبرزها الإجراءات الداخلية للتيار الصدري، مضيفا بأن الصدر لن يدخل أي مباحثات أو تفاوض مع القوى السياسية بالوقت الحالي حتى العودة الرسمية. للمزيد ينضم إلينا من بغداد مراسلنا حيدر الأسدي، نطلع منك على الأجواء وأيضا أبرز المعلومات حول إمكانية عودة التيار الصدري إلى الحياة السياسية، يعني وربط حيدر بكل الزيارات التي يقوم بها والإجراءات الداخلية. يعني موعد الإعلان الرسمي لهذه العودة حتى الآن غامض، ولكن الأمور يبدو أنها تنضج وتتهيأ. التيار الصدري، زعيم التيار الصدري، أجرى عدة أمور تنظيمية داخل التيار، من ضمنها توزيع الملفات السياسية على مكتبه الخاص والمقربين منه، وأيضا لأول مرة منذ عام 2022 منذ أن أعلن التيار الصدري انسحابه من العملية السياسية وسحب نوابه 73 نائب من داخل البرلمان، لأول مرة يعطي مقتدى الصدر الضوء الأخضر للكتلة المنسحبة للاجتماع مرة أخرى، إضافة إلى الأوامر التي أصدرها لقيادات التيار الصدري بضرورة بدء العمل بالتواصل مع القواعد الشعبية. كل هذه المقدمات يبدو أنها بداية لعودة يتم التمهيد لها، خصوصا بعد اللقاء الخاص الذي جمع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بالمرجع الشيعي الأعلى السيد علي السيستاني، وكان لقاء خاصا يبدو أنه كان لقاء الضوء الأخضر بعودة التيار في ظل يعني هناك امتعاض شعبي من عدم تقدم الحكومات في مسألة تحسين الاقتصاد وتحسين الخدمات، ولذلك يبدو أن عودة التيار باتت ملحة. ولكن المشكلة تكمن في أن هذه العودة من أي باب ستكون؟ من باب الانتخابات العامة أم من باب انتخابات مبكرة؟ الانتخابات المبكرة هناك خلاف عليها داخل الإطار التنسيقي الحاكم، هناك من يدعم حكومة السوداني داخل الإطار التنسيقي وفي مقدمتهم عصائب أهل الحق يدعمون حكومة السيد السوداني، وبالتالي لا يريدون أن تكون هناك انتخابات مبكرة نهاية هذا العام تقضي على هذه الحكومة أو تنهي عمل هذه الحكومة. وهناك في المقابل من يريد عودة التيار الصدري وإجراء انتخابات مبكرة لوقف تمدد عصائب أهل الحق الداعمة لحكومة السوداني وفي مقدمتها مقدمة الداعمين للانتخابات المبكرة ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نور المالكي. إذن هذه العودة يبدو أنها حتمية، ولكن حتى هذه اللحظة غير محدد لها الوقت بشكل رسمي ودقيق. شكرا جزيلا لك من بغداد مراسلنا حيدر الأسدي.